السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي طلاب مدرسة جدة العالمية، أرحب بكم وباسمي وباسم إدارة الشؤون الإدارية وشؤون الطلاب بمدرسة جدة العالمية. أتمنى لكم التوفيق والسداد ويسر الحال وأن تنالوا أعلى الدرجات، وأشكركم على سعيكم وتعاونكم وتفاؤلكم وتفانيكم في الأسبوع السابق من المرحلة الدراسية والأنشطة والفعاليات وما قمتم به من أنشطة، وهذا إنما يدل على اهتمامكم ورعايتكم وحرصكم على التحصيل العلمي، وهذه نقطة إيجابية جدا في مساركم وسيركم في طريق التعليم. وفقكم الله لكل يسر وخير. إنني اليوم أسجل هذا التسجيل البسيط وأقدمه لكم للتذكير بالأنظمة والقوانين المتبعة بالمدرسة، وذلك ليتسنى لنا إعادة التذكير على بعض النقاط المهمة في مرحلة الحضور والانصراف والدوام خلال فترة اليوم الدراسي، حيث أننا خلال الأيام السابقة لوحظ من بعض الطلاب، وليس الكل، البعض أنهم لا يهتمون بالمظهر الهندام، لا يهتمون بالمظهر الخارجي، الشكل الخارجي، وأيضا لا يراعون القوانين الداخلية أثناء فترة الدراسة بما فيها الاستئذانات، الخروج، الاستئذان من الحصص، كيفية التعامل مع المعلمين. وهذه النقاط بحد ذاتها هي تعتبر نقطة سلبية لجميع الطلاب، بما ينعكس على سلوك بعض الطلاب الذي يؤثر على الباقين في تغيير سلوكهم، وهذا الشيء مرفوض. لهذا يتوجب علي أنا كمرشد أكاديمي بمدرسة جدة العالمية أن أقوم بتنصيص وتقنين وإعادة صياغة الأنظمة والقوانين لكم حتى يسهل عليكم التعامل معها وتفهمها قدر الإمكان. وقد نستعرض الآن من خلال هذا العرض البسيط النقاط المهمة التي سوف نذكرها في القوانين والأنظمة التي يجب على الطلاب الالتزام بها فترة تواجدهم بالمدرسة، بدءا من الحضور، وقت الحضور إلى وقت الانصراف. فأرجو منكم التكرم بالاستماع وتدوين هذه الملاحظات وقراءتها قراءة جيدة وفهمها، وفي حال وجود أي ملاحظات، أي شيء لم يكن ظاهرا أو واضحا لكم، أمر التكرم بأنكم لا تترددون في التواصل معي مباشرة. مكتبي متواجد وأنا متواجد لخدمتكم وللتعاون معكم، فلا تترددون في التواصل معي في أي وقت خلال فترة اليوم الدراسي من الصباح الساعة 7:30 إلى الساعة 2 مساء. وفقنا الله وإياكم بكل ما يحب ويرضاه، وأتمنى لكم التوفيق والسداد. تقبلوا تحياتي، مشرف عام طلاب مدرسة جدة العالمية قسم الأولاد عمرو طلال غباشي. شكرا لكم.